تحكي مع بختيار، أي مداخلة من قبلكم أنا ما بدي. قرباغي قال لي إنما شاه دخل مع شحباني في داخل الطائرة بديرو. أنا رحت قلت وات ماجستي، شو لازم نعمل نحن؟ شو لازم أي شيء، أي شيء، أي مداخلة، تدخل ممنوع، أي تدخل الجيش شاه قال ما بدي. وبعدين كمان عندما خرج من إيران قال أنا ما كنت أريد أن أقتل شعبي حتى واحد. حسنا، جاءت الشهنابة إلى باريس وذهب قسم من العائلة، هو للشاه 4 أبناء. نعم. بنتان. نعم. وولدان. إكزاكت. نعم صحيح. من 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 زوجته فرح ديبة. ديبة شهبانو. شهبانو. من زوجته الأولى أيضا يوجد أبناء، من فوزية، من فوزية في شهناز. نعم شهناز اللي فوزية التي هي شقيقة ملك مصر السابق فاروق. على أي حال، أي ما هو مصيرهم؟ يعني الملكة أو زوجة الشاه لا تزال تعيش في باريس، لكن الأبناء الآخرين ما هو مصيرهم؟ مع الأسف شهبانو شافت ألم كثير. نعم. منذ 20 سنة. أول شيء إيران بلد شهبانو كانت تعمل كثيرا من أجل التطور للإيران، يعني كل ما نرى شاه أمل والحكومة شاهنشاهية في إيران، طبعا فرح شهبانو كطالبة في فرنسا، كبنت من أسرة طيبة، كانت دائما خلف الشاه. هذا. وبعد 40 سنة من بداية هي فقدت إيران. بعد زوجه، زوجه مع ألم كثير، لأنه هي كانت ترى كيف أرادوا أن يقتلوا شاه إيران. نعم. ألم. وبعد هذا طبعا فقد أمه هنا مدام فريدة ديبا في باريس، وبعد بلد، زوج، أم، بنته ليلى. ليلى، ليلى كانت نجمة من تاريخ الإيران وفي تاريخ الإيران. ليلى تركت إيران عمرها 10 سنين. نعم. كانت تحكي فارسي جيدة، كانت تقرأ شعر إيراني، تحفظ شعر إيراني، حافظ، مولوي، رودكي، سعدي، وكانت تفكر دائما إلى إيران. كانت تأتي هون ولكن تسكن في